السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقع اسمه USBIM، ده بيديك كلاود تقدر ترفع عليها الملفات بتاعتك الريفت وتقدر انت تشاركها مع الناس. طيب اول حاجة هتعمل فولدر اساس ما تسيبش الملفات بتاعتك، هتعمل فولدر وتسميه بقى الاسم اللي انت عايزه، تمام، وهتقول له كرييت CFT. دي بقى تبدأ ترفع عليه الملفات بتاعتك، ممكن ترفع مشروع كامل معماري وانشاء وكهروميكانيكال، تمام. طيب زي ما انت شايف تقدر ترفع ملفات ريفت وتقدر ترفع ملفات IFC او اي امتدادات تانية، هو سامح لك بكل حاجة، تمام. فتقدر ترفع اوتوكاد، تقدر ترفع ريفت، تقدر ترفع اي ملفات انت عايزها. طيب انا هرفع الملف دوت عشان مساحته صغيرة. الملف هو بقى موجود، لو في اكتر من ملف تقدر تدوس هنا بحيث ان انت تفتحهم كلهم في نفس الوقت، وتقدر تشوف دراج ذا ايكون انت زي USB application to link the selected documents. طيب تقدر تدوس هنا وتفتح، تقدر تعمله رينيم، تقدر تعمله داونلود، تقدر تعمله فورورد، تقدر تعمل شير لينك، تقدر تعمل نسخ لللينك دوت، تمام، بحيث ان انت تبقى معاك اللينك ده تبعته لاي حد يقدر يفتحه ان هو يبدا يشوفه، تمام. اهو بابليك ولا برايفت، يبقى في مثلا ناس معينين هي اللي تقدر تدخل عليهم من خلال الايميل مثلا. طيب بابليك خلاص، يبقى هما من حقهم ان هما يشوفوه، ولا من حقهم يعمل لهم داونلود ولا ابلود ولا اديت. تقدر انت تضيف كلمة سر، تقدر انت تضيف تاريخ معين اللينك ده ما يبقاش شغال، وهكذا. تقدر تعمل كريت لينك، تاخد اللينك ده تشاركه مع الناس. ده اللينك ده تقدر تاخد كوبي وتشاركه، وتقدر تعمل داونلود للملف بتاعك. طيب انت ليك قد ايه؟ ليك 10 جيجا، تمام، 10 جيجا سبيس، ده اللي هو المجاني، تمام. طيب انا هفتح بقى الموديل اهوت، قلت له افتح، ففتح لي براوزر دوت يو اس بيم. هما طبعا عاملين برامج كتيرة بفلوس وسايبين بعض الحاجات كنوع من انواع الدعاية. فتقدر تشوف الموديل اهوت، تقدر تاخد فيه سيكشن، تقدر تقيس، عندك كل الادوات اللي تساعدك ان انت تشوف الموديل وتقيمه. عندك هنا تقدر تخفي بعض العناصر، تغير لونها، كل حاجة في الفيلا تقدر ان انت تتحكم فيها. تقدر تشوف بروبرتيز لاي عنصر انت هتعمل عليه سيلكت، تقدر تشوف اللينكات اللي موجودة، تاج بيم فلتر برضو، هنا تقدر تشوف الملفات بتاعتك، تقدر تغير اللون بتاع بعض العناصر، الخصائص. فلنعمل سيلكت مثلا على اول. طيب فالموديل تقدر تشوف الحاجات اللي فيه، وتقدر تقيس، تقدر تشوف 2D 3D، تقدر تشوف بأشكال مختلفة الموديل بتاعك، تلف حواليه وهكذا. تقدر تفعل الشمس والظلال،